اكتبوا لي الاجابه نتاعكم في كومنتير وتعملوا جيم بارتاج، تدخلوا القرعه وتكونوا من الاربعه اللي يربحوا معنا فوتشرز من اهداء بيت 216. نحكيوا على البيت 216، شنو الماتشات تنجموا تلعبوهم باش تنجموا تربحوا، شنو المقابلات الموجودين. نعرفوا توقف البطولات الاوروبيه ولكن الحل موجود معايا من عبوده في الدرجي اللعب مع البيت 216. درجي اللعب مع بيت 216، مع بيت 216 لعبك مضمون وربحك مضمون. أحبي البيت، مرحبا بكم في حلقة جديدة من درجين لعب مع البيت 216. تعرفوا الناس كل اللي البريد هذي البطولة كل واقفة، إيطاليا فرنسا ألمانيا كل واقفين، إسبانيا كما نعرفوا لانجلتير. دونك فما الناشنز ليك، فما مباريات ودية اللي ماذا بيه ديما نبعد عليهم خاطر ديما فما دي سوربريز، وفما اللعبة الجمعيات ما يكونوش الأساسيين ديما في 100%. دونك فما برشا دير لنا حتى مع ألمانيا وتركيا. ألمانيا في انتون نورمال تربح تركيا 3-0، فات مباراة 3-3 جمعة اللي فات. دونك ما نبعدوش برشا على الناشونز ليغ، وباش نعطيكم 6 مباريات اخترتهم لكم يتلعبوا نهار 3 ونهار 4. نبداو المباراة الأولى اللي اخترتها لكم اللي هي ألمانيا تستقبل سويسرا نهار 3-8 غربة نتاع الليل. ألمانيا اللي تستقبل 1-55، ليكس 4-57، وسويسرا 5-89. اخترت لاصيح نتاع ألمانيا بين ايفيدامون، معناتها ألمانيا نعرفوا اللي مازالت كيفاش تربحت الكوريان 2-1 في اوكرانيا، وسويسرا خسرت مع اسبانيا 1-0. دونك الجروب هذايا باش يكون محصور بينات ألمانيا واسبانيا بين ايفيدامون. دونك لاصيح نتاع ألمانيا وارد جدا، نجموا نختاروا زادا الجي جي، عطي كوتا ب 1-82 كوتا كبيرة الجي جي، خاطر الخمسة مباريات الأخيرة نتاع ألمانيا الخمسة كلهم مفاول بالجي جي. مباريات ألمانيا كل، مش نحكي ألمانيا وسويسرا ولا سويسرا وحدها، ألمانيا مباريات الخمسة الكل اللي لعبتهم تو من المباراة اللي فاتت لتو من الأوكران وأنت ماشي خمسة التالي يعطيك كلهم قبلت فيهم هدف وسجلت فيهم مينيموم هدف. دونك جي جي وارد 1-82 وإلا انترفال بوت، معناتها انترفال بوت ما بينات مين من إلى كما نقولوا من هدفين لثلاثة بين معنا بين بونتو ثلاثة بونتوات، ما أقلش من زوز أهداف في المباراة هذه وما يفوتش ثلاثة أهداف. دونك يا يوفى 3-0 2-1 2-0، معناتها هذو هما النتائج اللي نجمو ندخل بهم كوتا ب 2.17. المباراة الثانية لوكرين اسبانيا كيف نهار 3-8 غربة نتاع ليل، فرد كونستا كيما قلت لكم الجروب هذا بين ألمانيا واسبانيا. دونك لوكرين في لوكرين 7-0-9، ليكس 35 واسبانيا 1-42. اخترت الدوشي نتاع اسبانيا يعطيك كوتا ب 41. دونك من 2003 اسبانيا ما خسرتش قدام لوكرين، داير لعبوا 6 مباريات 5 فيكتوارات وتعادل واحد بينات اسبانيا والاوكران 1-41 هي كوتا نتاع الدوشي. جي جي يعطيك كوتا ب 71 كوتا ممتازه، داير 5 مباريات الاخيره نتاع الاوكران 4 منها جي جي، الاوكران تقبل وتماركي. دونك فما امكانيه كبيره انها تماركي لاسبانيا في الاوكران كيما ماركيت لالمانيا في 2-1 كوتا ب 71. والا كوتا اللي يحب امير كالعاده سيرجيو راموس كي مارك، كان سيرجيو راموس يماركي في المباراة هذية تحط تويت تدخل كتب 4-0-2 4-0-2 يمكن خاطر المدافع هي في العادة تكونش هكا، تكون أقل. أي أكيد تكون أقل، تكون 2-1 كالك، ولكن سيرجيو راموس حتى في المباراة الأخيرة كان ينجم يسجل في جو زوز فرص باش يسجل ما سجلهمش، واحدة تعامل فيها بطريقة ماهيش كيما هي، كرة سهلة في كورنيري نعرفوا يطلع يسجل بالراس، خاصة يسجل البلانتيات ضربة جزاء، معناتها كان جاب ضربة جزاء اسبانيا راهو سيرجيو راموس باش يسجلها وكان سجلها دخل كوتا ب 4-0-2. المباراة الثالثة كرواسيا فرنسا قمة هذيا كأس العالم، نهائي كأس العالم اي بالضبط نهائي كأس العالم كما قلت سي كلام 2018 في روسيا. دونك كرواسيا في بلاد 3-46 ليكس 3-39 وفرنسا 2-21. دونك اخترت دو شيح نتاع فرنسا نجم نجاسو فيه خاطر فرنسا من 1998 من كوب دي موند تاع 98 هذيك ما خسرتش مع كرواسيا، معناتها ما خسرتش مع امام كرواسيا في 5 انتصارات وزوز نول. تذكر وقتها الفوز بتاع 2-1 بونتو تيرام وقتها زوز اهداف تيرام في الدور النصف النهائي دير تم بعد نعطيكم زاد على جي جي. دونك نجم نجيسو بالدو نتاع نتاع فرنسا اللي عندها تاريخ كبير مع كرواسيا وما تخسرش مع براتيكمون، عملت دو نول وربح. مقابله البارح نجم يفائيك زاد عبوده، حتى مقابله المنتخب البرتغالي البارح هو فرنسا وفي هنا جايين باش انا قلت نجيسو بالدو خاطر كوتا كبيرة في اما تنجم تاخذ شو اخر بالطبيعة كرواسيا ماشي في فورمة كبيرة تو نجموا ناخذوا ليكس 2 اللي يحب الضمان ندخل كوتا ب 35
دونك سنون المعلومه نتيتها وستاتيستيك تاع 5 فيكتوارات و 2 نول هاك عطينا الفيكتوار جيزو بي وتحبوا زيدوا النول مع الفيكتوار لص يولي اكس 2 135 ولا جي جي 91 كنت جي جي ماشي صغيره براتيكمون 2 علاش على خاطر البارتيات زوج الاخرين وفيو بجي جي وفيو 40 40 بين كرواتيا وفرنسا 40 40 زوج انتصارات لفرنسا راهو نعرفوا في فينال 4-2 فينال تاع كوب دي مود 4-2 ديرنييرمون زاد كيف كيف فرنسا ربحت كرواتيا في فرنسا 4-2 دونك جي جي 91 وارد جدا ينجم جي جي حتى 3 بلوس نتصور يمشي ريسك فما حاجه اخرى اذا هما برشا نقولوا للساده المستمعين حاجه مهمه للغايه اللي نتصور فرنسا اذا قبلت هدف حتى اذا قبلت هدف ضد كرواتيا تنجم ترجع في الريزلتات دونك في اللايف كي تلعب في اللايف على خاطر تو تنجم تلعب في اللايف على بيدو سونسيز نتصورك كان تلعب تتبع مقابله فرنسا وكرواتيا في اللايف كان تقبل فرنسا هدف نتصور الكتب تكون عاليه برشا نتاع عوده فرنسا في المقابله بيان سور كي كان بيت تبدا تجري بالكونت نتاعها نتاع بيدو سونسيز بونتين باللايف في اللايف نعرف الناس كل كوتات تطلع وتهبط وبرشا برشا فما جو في اللايف على خاطر اسهل باتريكمون براتيكمون لاعب علاش يعطيك شانس باش انك تسلك امورك فتبدا باغ اكزومبل انت لاعب على جمعيه ولكن كي يبدا المباراه ربع ساعه نص ساعه تفهم المباراه تفهم شكون يبدا يقرب البونتو تنجم تميزي اون ديريكت لايف وتدخل كوتات اليوم اسهل برشا من انك تعمل 4-5 مباريات تقعد سنه من الدقيقه الاولى 90 هو نتصور لعب اللي لعب البارح على البطوله المغربيه في اللايف الوداد والرجاء راهو معناها راهو برشا فلوس ها اكيد زوز مركب في 89 90 اي صحيح دونك الكوتا تبدا كبيره ياسر وقت الكوتا كبيره كبيره ياسر دونك نحكيو توا المباراه الرابعه لانجلتير تستقبل الدنمارك كيف نهار الاربعاء 8 غرباء لانجلتير في بلادها 1-79 ليكس 3-97 والدنمارك 4-62 فترت لصيح بتاع لانجلتير خد نعرفوا قوة لانجلتير لانجلتير مازال كي ربحت البارح بلجيكا وما أدرك ما بلجيكا البارح بعدها 2-1 زوج ضربات جزاء من الأول 1-1 لوكاكو سجل بعد راشفورد عدل ومن بعد هدف ماونت رينا الناس كل ديفي هو لكن هدف ممتاز دخلت الكرة في شباك مينيولي تنجم تدخل كوتا 71 لو كان لانجلتير تربح الدنمارك لصيح ولا لاسيكس أكثر ضمان يعطيك 1-23 لاسيكس تاع لانجلتير ما تخسرش ولا لانجلتير بلوس كو 1.5 معناتها لانجلتير تسجل مينيموم زوج اهداف في المباراة هذه من بعد تخسر ولا تربح اخر حاجة تهمنا دونك لانجلتير بلوس كو 1.5 دخل كوتا ب 1.78 كان لانجلتير تسجل زوج اهداف في المباراة هذه دخل كوتا ب 1.78 كوتا ممتاز مباراة قبل الأخيرة البرتغال تستقبل السويد البرتغال تستقبل السويد كيف كيف نهار الأربعاء 8 غرباء البرتغال في بلادها 1.59 ليكس 4.11 والسويد 6.14 اخترت لاسيان تاع البرتغال على خاطر في 12 مباراة الأخيرة بينات البرتغال والسويد السويد ما ربحتش البرتغال بالعكس 10 انتصارات وزوز هزايم بركة مش معناتها مش ما ربحتش ولكن هاني قلت لك 10 انتصارات وزوز هزايم بركة زوز هزايم البرتغال قدام السويد في 12 مباراة بقي كلهم فوز دونك لاسيح ورد 51 والا اللي خاف يقول لك بتتر ماش بتربحها خاصة المباراة الأخيرة تاع البرتغال وفيه 0-0 رينا مع مباريات ممتازة معناتها بين خاصة الأخرى بتاع فرنسا عملت 0-0 البرتغال وعملت 0-0 مع اسبانيا عملت 0-0 مع اسبانيا دونك عادي ولكن السويد ماهيش من الكاليبر نتاع البرتغال ماهيش من الكاليبر نتاع اسبانيا ولا فرنسا كما قلنا والسويد مازالت كي خززت البارح 2-1 دونك اكس وارد 1.16 والا جي جي يعطيك 2.17 البرتغال صامت برشا على التهديف كريستيانو صايم على التهديف برونو فرنانديش الكل زاد لاعبيه جواو فيليكس لاعبيه هذيا ينجموا يترشقوا المباراة هذيا المباراة الأخيرة عملوهم 0-0 ينجموا يترشقوا واللي فيهم جي جي والسويد الحاجة القوية فيها اللي حدث المباراة اللي تخسرهم حتى كان تخسر 4 راهي تسجل بونت وتخسر 2 تسجل بونت دونك فما ديما عندها تسجل السويد الأهداف المباراة الأخيرة إيطاليا هولندا كيف كيف نهار الأربعاء 8 غرباء دونك إيطاليا في إيطاليا 2.26 ليكس 3.48 وهولندا 3.25 اخترنا اللص شيح مجازفة بإيطاليا على خاطر إيطاليا ما خسرتش كونتر أمام بيبا أمام هولندا من 2008 6 مباريات فيهم 4 فيكتوارات وزوز نيول إيطاليا ما خسرتش 4 فيكتوارات وزوز نيول هذا هو الحصيلة متاع إيطاليا مع ضد هولندا من 2008 لليوم دونك اختارنا الله صحيح مجازفة نجم مجازفة بي في الستاتيستيك عدتهم لكم 2.26 ولا الله صحيح تاع إيطاليا يعطيك 1.38 هولندا البارح عملت 0-0 زادا ما ربحتش ولا نجم نلعبوا الله صحيح اي موان كو 2.5 معناتها يعطيك كوتا 2.33 معناتها
معناتها ايطاليا ما تخسرش والمباراه ما تفوتش زوز اهداف معناتها 1-1 0-0 واحد بلاش لايطاليا هذا كل دخلوا الكوطه 33 خاصه اللي خمسه مباريات الاخيره الخمسه مباريات الاخيره اربعه منهم اقل من 2.5 بالنسبه لهولندا مباريات الدفاع نتاعهم ممتاز نعرفوه فما فان دايك وغيره دونك اربع مباريات الاخيره اقل من 2.5 في الخمسه مباريات الاخيره بين ايطاليا وهولندا دونك نجم نلعبوا لاس اكس اي موان كو 2.5 تعطي كوتا ب 2.33 هكا نكون وصلنا لختام درجين لعب مع البي 216.1 نتمنى لكم بوكو شانس في لي برونوستيك نتاعكم وفي لي كوبون اللي تلعبوهم وان شاء الله تقابلونا الجمعه الجاي مع دي برونوستيك جدد.